أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا الله الصف السابع ابتدائي في مدرسة الفريد النموذجية، أهلا وسهلا بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردكم إلى مدرستكم ردا جميلا. في درس التربية الإسلامية في الصف السابع الدرس الثامن، الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة 38. من أهم الأعمال التي قامها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدرس سبحان الله، يعني عملنا الدرس على شكل أسئلة، جبنا 7 أسئلة، منها أسئلة في الكتاب، ومنها يعني حتى يسهل عليكم تخطيط الدرس. إذا نجاوب هذه الأسئلة نكون إحنا قد ختمنا الدرس كامل إن شاء الله. فطبعا الهجرة النبوية الشريفة من أعظم الأحداث التي بدأ التاريخ الإسلامي منها، يعني في عهد عمر بن الخطاب ما كان في يقول والله في سنة كذا فعلنا كذا، في سنة كذا صارت غزوة بدر أو غزوة خيبر أو فتح مكة، ما كان في عزمنا الرسول صلى الله عليه وسلم تاريخ محدد. في زمن عمر بن الخطاب كان لازم نحط تاريخ لديننا، احنا بدايه الدوله الاسلاميه لازم نعمل تاريخ، فكان التاريخ منهم من قال نبدا بتاريخ لولاده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تاريخ عظيم، يوم عام الفيل، يوم نصر الله الكعبه المشرفه وارسل على جيش ابرهه الاشرم طير ابابيل ترميه بحجاره من سجيل، فقال لا نريد ان نقلد مثل النصارى. النصارى في مولد عيسى عليه السلام جعلوا التاريخ بداية العام الميلادي. قال إذا بموت النبي، قال لا، هذا موت وقت حزين لا نذكر موت النبي. قال بعضهم، قال إذا بهجرة الصحابة والنبي من مكة إلى المدينة، قال إذا هذا بداية الدولة الإسلامية وبداية ظهور الإسلام في الأرض، قال كانت الهجرة النبوية الشريفة، لذلك صرنا نؤرخ في التاريخ الهجري للدولة الإسلامية. وأهم الأعمال، ما هي أهم الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة تاركا أرضه ووطنه وداره وماله، مهاجرا إلى المدينة المنورة التي كان اسمها يثرب، فصار اسمها بوصول النبي عليها صلى الله عليه وسلم صار اسمها يثرب. إذا أهم الأعمال التي قام بها النبي هي موجودين في الكتاب في هذه الصفحة، بناء المسجد. أول شيء بنى المسجد. ثاني شيء المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حتى يصيروا أمة واحدة، لغى كل روابط النسب صلى الله عليه وسلم وصارت رابطة الإيمان. أنت مسلم، أنت أخي في الله. أنت حتى لو كنت أخي من أمي وأبي ولست مسلم مشرك، أنت لست لا تقرب منه. فصارت الرابطة هي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. والثالثة قال من الأعمال بناء السوق حتى يكون للمجتمع الإسلامي قوته وشخصيته واقتصاده بيده ليس بيد غيره. قالوا أيضا وثيقة المدينة حتى كيف يعيش الناس، هناك كان مشركين ما أسلموا، هناك مهاجرين أوس وخزرج أنصار، قال فالرسول أخى بينهم، وهناك أيضا كان يسكن اليهود في المدينة، وإذا كان هناك 4 أصناف، المسلمين من المهاجرين والأنصار واليهود والمشركين الذين لم يدخلوا في الإسلام ودخلوا في النفاق، حتى يظهروا للمسلمين أنهم مؤمنين. قال إذن أهم الأعمال بناء المسجد والمؤاخاة وبناء السوق والوثيقة التي بينت لكل أفراد المجتمع المدني ما له وما عليه. السؤال النبي، السؤال الثاني، كيف كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الأرض لبناء المسجد؟ كيف اختارها؟ كل الصحابة أول ما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، الأنصار الكل يريد أن يرحب بالنبي، الكل يريد أن يستقبل النبي في بيته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناقة فإنها مأمورة، فصارت الناقة حتى بركت في أرض لغلامين يتيمين من بني النجار، وقال صلى الله عليه وسلم هنا نبني المسجد، وهنا تم بناء المسجد الذي هو ما زال في مكانه
الحالي على أرض المدينة المنورة اللي بروح إن شاء الله الحج والعمرة منكم يعرف وين بناء المسجد هنا، نفس هذا المكان الذي بنى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا اختيار الأرض على الناقة، اكتب الناقة. ماذا كانت وظيفة المسجد؟ لما بنى الرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء المسجد وكان بيته بلصق المسجد تماما قرب المسجد، قال وماذا كانت وظيفة المسجد؟ طبعا وظيفة المسجد الآن حاليا هي للصلاة والعبادة والاعتكاف ولتعلم الدين، تعلم على أحكام الدين ولاستقبال الوفود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من وظيفة المسجد قال يتشاور الرسول، يجتمع المسلمين ويتشاور الرسول صلى الله عليه وسلم معهم، وأيضا كان مركز انطلاق الجيوش الإسلامية من المسجد. هذه وظيفة المسجد في المدينة المنورة، ومساجد الآن هي الصلاة والعبادة والتعليم، تعليم أحكام القرآن الكريم فيها. إذا السؤال الرابع، كيف حقق النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ التكافل بين الصحابة؟ كيف لما هاجر المهاجرين تركوا ديارهم وتركوا أموالهم وخرجوا من مكة فارين بدينهم إلى المدينة المنورة، فاستقبلهم الأنصار الأوس والخزرج، كيف كان التكافل بينهم؟ قال المؤاخاة، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، قال حيث يساعد أنصاري أخاه المهاجر أعطاه نصف ماله وأعطاه بيت من كان عنده وتعاون في قضاء حاجاتهم المعيشية. هذا كيف كان التكافل؟ قال تعاون في قضاء حاجاتهم المعيشية وأنشا رابطة تقوم على الأخوة الإيمان. إذن كيف حقق النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ التكافل؟ قال في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار التعاون على قضاء حاجاتهم المعيشية وعلى رابطة تقوم على أخوة الإسلام. السؤال الذي بعده، لماذا أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم سوق المدينة؟ لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كان السوق بيد اليهود، اليهود هم الذين يمسكون الاقتصاد والأموال كانت بأيديهم، ونحن دولة ناشئة جديدة تقوم على قواعد ومبادئ من عند الله جل جلاله. اليهود كانوا يتعاملون بالغش ويتعاملون بالربا ويتعاملون بعلاقات قائمة على المحرمات، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤسس سوقا للمسلمين يبدأ على الاحترام، يبدأ على الأمانة، على الصدق، على عدم الغش، على تعليم أمر الله كما جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة. إذن هذا لماذا أنشأ الرسول صلى الله عليه وسلم سوق المدينة؟ قال حتى يكون الاقتصاد بيد المسلمين، واقتصادهم بأيديهم يقوم على الأمانة، يقوم على الصدق، يقوم على عدم الغش، ولا يكون مرتبط باليهود الذين يقوم اقتصادهم على الربا وعلى الحرب. السؤال السادس، كيف نظمت الوثيقة العلاقة بين سكان المدينة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة المنورة قلنا كان فيها المهاجرين الأوس والخزرج، بعدين جاءوا المهاجرين من مكة، بعدين كان فيها اليهود، بعدين كان فيها مشركين ما دخلوا في الإسلام، لا رغم أن جل أهل المدينة دخلوا في الإسلام. إذا يجب أن يكون مدائنه في تنوع في السكان، يجب أن يكون هناك وثيقة. كيف نظمت الوثيقة العلاقة بين المهاجرين والأنصار واليهود والمشركين؟ قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم وثيقة تنظم العلاقة بين المسلمين فيما بعضهم بعضا، وعلاقة المسلمين بغيرهم بمقتضى المواطنة. كيف نظمت العلاقة؟ قال بالمواطنة والتعايش. بدنا نعيش احنا الآن، احنا المسلم المؤمنين مش عدائيين، لا، يعيش مع كل الناس، لكن انا اعرض عليك ديني، قبلته دخلت الجنة،
رفضته هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أنا في المدينة يجب أن يعني أضع وثيقة للتعايش بين سكان المدينة وهي المواطنة بين الناس، حيث أنهم كانوا يعيشون فكذلك عرف المواطنة حيث يعيشون في المدينة، فتكون لهم حقوق كالأمن على نفوسهم ودور عبادتهم، كما تكون عليهم واجبات لا بد لهم من التزامها كالدفاع عن الوطن وحمايته. إذا هذا هو جواب السؤال السادس، كيف نظمت الوثيقة العلاقة بين سكان المدينة بالمواطنة بين المسلمين فيما بينهم وبين اليهود وبين المشركين. قال لهم حقوق وعليهم واجبات، كل له دور عبادته. اليهود ما أمرهم ربنا الرسول دعاهم للإسلام، ولكن منهم من آمن دخل الإسلام ولكنهم قلة، ولكن أكثرهم بقوا على دينهم على اليهودية وظلوا في دور عبادتهم في الكنيس، قال يعبدون الله على طريقتهم. السؤال الأخير السابع، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بناء مجتمع المدينة وفق القيم الإيمانية؟ في آخر فقرة في صفحة 40، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بناء مجتمع وفق القيم الإيمانية. قال تكفل قيم إيمانية تكفل المواطنين الحرية والكرامة والعدل، وتطالبهم بالمسؤولية الكاملة تجاه مجتمعهم. إذا هكذا بنى الرسول صلى الله عليه وسلم الدولة في بداية هجرته، لما كان يدعو إلى الله وكم لاقى من الأذى والاضطهاد، ولكن في النهاية الله أعطاه أو جازاه بإنشاء دولة في المدينة المنورة، ثم انتشرت إلى كل الأرض بعده صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني هذا الدرس. الرسول لما كان يبني في المسجد مع الصحابة ويرجز اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجر، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجر، يتعاون معهم يبني معهم، يقول أنا نبي رسول من عند الله، لا ليس يجب علي أن أرتاح، لا كم لاقى من الأذى والشدة والصعوبة. وكان يتعاون الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أنا رجل مثلكم، يتعاون معهم، بنى معهم المسجد، لبنى لبنى صلى الله عليه وسلم، وبنى الدولة، وبنى الرجال يبنى الرجال، وغيره يبنى القرى شتانا بين من يبني قرى ورجالا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.